غالباً ما يكون الأطفال هم أول الضحايا وأكثر من يدفع الثمن في حالات الأزمات الإنسانية مثل النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية وغيرها من الأزمات. يحدد الإطار الأساسي للوقاية ثلاثة مستويات للوقاية يمكن تطبيقها بغرض وقاية الأطفال من الأذى قبل حدوثه. وفي هذا الفيديو سنتعرف بشكل مختصر على هذه المستويات. تتناول الوقاية الأولية الأسباب الجذرية للأذى الذي يمكن أن يحدث بين السكان، وتهدف إلى الحد من احتمالية حدوث نتائج ضارة. المجموعة المستهدفة هي جميع الأطفال في هذه المجموعات السكانية أو المجتمعات المحلية بدلاً من الأفراد. في الوقاية الأولية يمكن في بعض الأحيان استهداف مجموعة فرعية من الأطفال أيضاً. أحد الأمثلة على ذلك هي المنظمات غير الحكومية التي تدير جلسات تقوية الأسرة لجميع العائلات في مخيم اللاجئين، فهذه الجلسات تفيد في تعزيز التفاعل الإيجابي بين أفراد الأسرة وتساعد على زيادة وعيهم اتجاه قضايا سوء معاملة الأطفال وكيفية ضمان نمو الطفل الصحي. تتناول الوقاية الثانوية مصدراً محدداً للتهديد أو نقاط الضعف المحددة لدى الأطفال الذين تم تحديدهم على أنهم معرضون بشكل خاص للأذى، بدلاً من استهداف جميع الأطفال ضمن مجموعة سكانية ما أو ضمن مجموعة فرعية من السكان، فإن الوقاية الثانوية تقوم بتحديد الأطفال والعائلات التي تكون معرضة لخطر حدوث نتائج ضارة بشكل كبير، وتعالج الأسباب الجذرية للضرر لدى هذه المجموعة المحددة من الأطفال. ومن الأمثلة على ذلك قيام إحدى المنظمات المحلية بتحديد فتاة مراهقة تعاني من شكل من أشكال الإعاقة في أسرة يعيلها شخص واحد، على أنها معرضة لخطر العنف الجنسي أو الاستغلال الجنسي، ومن ثم إحالتها إلى جلسات المهارات الحياتية للمراهقين المعرضين للأذى. تستهدف الوقاية من الدرجة الثالثة الأطفال الذين تعرضوا بالفعل للأذى، وهي تهدف إلى التقليل من الآثار طويلة المدى لذلك الضرر على الطفل والتقليل من فرصة تكرار الضرر. مثال على الوقاية من الدرجة الثالثة هو المنظمات المحلية في مخيم اللاجئين التي تقوم بتحديد ومساعدة طفل نازح منفصل عن أسرته أو ذويه، وتتم رعايته من قبل امرأة مسنة. يمكن أن تشمل هذه المساعدات ما يلي: الطفل الذي يتلقى الدعم من خلال برامج إدارة الحالة بما في ذلك خدمات الدعم النفسي والإحالة إلى الخدمات الضرورية الأخرى، حصول مقدم الرعاية المسن على دعم سبل العيش، يتم إضفاء الطابع الرسمي على ترتيبات الرعاية البديلة بما يتناسب مع حالة الطفل المنفصل عن ذوي وحالة الشخص مقدم الرعاية. لمعرفة المزيد عن الوقاية في مجال حماية الطفل في العمل الإنساني، يرجى زيارة موقع تحالف حماية الطفل في العمل الإنساني.